بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. النهاردة هتنكلم على إزاي نفرق بين اللارج بلاد فيسلز اللي هما الأورطة والإنفيرو فينا كافا باستخدام الميكروسكوب الضوئي والصبغات المختلفة. فكرة بسيطة كده عن السيركوليشن. زي ما احنا عارفين، البلاد سيركولاتوري سيستم عبارة عن الهارت، والهارت بيضخ الدم اللي محمل بالأكسجين من خلال الأورطة. الأورطة بقى بيوزع الأكسجين لجميع أنسجة الجسم وبياخد منها ثاني أكسيد الكربون. بعد كده بينتهي الأورطة بتفرعات أقل في الحجم لحد ما بيوصل لتفرعات دقيقة جدا اللي بنسميها الكابيلاريز أو الشعيرات الدموية. بعد كده الدم بقى اللي هو محمل بثاني أكسيد الكربون هيتجمع بقى من الشعيرات دي، يروح لأوردة رفيعة جدا، بعد كده أوردة حجمها متوسط، بعد كده اللارج فين اللي احنا بنسميه الانفيريور فينا كافا، بيوصل الدم للرايت سايد بتاعة الهارت، بعد كده للرئتين علشان ايه ترجع تاني يتخلص من ثاني أكسيد الكربون وياخد الأكسجين ويجيب دم بقى محمل بالأكسجين، وهكذا الدايرة ايه بتكمل على طول. سبحان الله. طيب الأورطة بقى، الاستراكشر بتاعت الاورطه بالهيماتوكسلين اند ايوسينستين، هنلاقي الاورطه بتتكون من 3 طبقات. اول طبقه بنسميها التيونيك انتما، بتتكون من 3 حاجات: اندوثيليال سيلز، اول طبقه دي بنسميها الاندوثيليال سيلز، ودي عباره عن سيمبل سكويموس ابيثيليوم. احنا شايفين فلات نيوكلياي اهي بتاعت السيمبل سكويموس ابيثيليوم. تحتها في طبقه بامبي، دي سب اندوثيليال كونكتيف تيشو، وبيبقى فيها ايه برضو ايه الاستيك فايبر. بعد كده شايفين في تعرجات سميكة ولونها بامبا، هي دي بنسميها الانترنال الاستيك لامينا. يبقى التيونيكا انتما تاني عبارة عن اندوثيليال سيلز، سب اندوثيليال كونكتيف تيشو، وانترنال الاستيك لامينا. اكبر حتة موجودة في الاورطة هي التيونيكا ميديا، ذا موست سيكست بارت هي التيونيكا ميديا، عبارة عن تجمعات كبيرة جدا وضخمة عددها كبير من الفينستريتد إلاستيك ممبرين اللي احنا قلنا عليها سميكة ومتعرجة كده، واخدة اللون البامبي بتاعت الإيوسين. كل التعرجات ديت عبارة عن فينستريتد إلاستيك ممبرين عشان نلاقي الوول بتاعت الأورطة ممكن يتمدد وينكمش على حسب ضغط الدم. لما الدم ضغطه بيعلى بيتمدد، الدم ضغطه بيقل بينكمش تاني، فهي ايه إلاستيك، عاملة زي الإلاستيك كده، ممكن تتمط وترجع ايه تاني. كل ديت من لي الميديا معمولة من فينستريتد إلاستيك ممبرين. طب ايه تاني في الخلفية؟ في لون أزرق في الخلفية، ده بيبقى فيه ماتريكس في الميديا اللي واخد اللون الأزرق ده، وبيبقى برضو في الميديا موجود فيه سموث ماسل وكولاجين فايبر. آخر حاجة بقى، آخر طبقة بتبقى اسمها ايه تونيكا ادفانتيشيا. ادفانتيشيا يعني فيها كونكتيف تيشو، اللون البامبا ده هو ده الكولاجين فايبر او الكونكتيف تيشو، وبيبقى فيه كونكتيف تيشو سيلز. ونلاقي هنا فيه بلاد فيسلز، الجديد بقى بلاد فيسلز اهي بيغذوا البلاد فيسلز اللي هو الاورطه، فبنسميها فازا فازورم. اهي هما دول الفازا فازورم، وممكن تلاقي بعض الايه الالاستيك ايه فايبر مع الكولاجين موجودين في التونيكا ادفانتيشيا. طيب لو جينا صبغنا الاورطه بالفيرهويف ستين، احنا عارفين ان الفيرهويف ستين دي سبيسيفيك ستين فور اي الاستيك فايبر، عشان نتاكد ونشوف بقى الانترنال الاستيك لامينا اهي، وبيبقى فيه اكسترنال اخر طبقه بنسميها الاكسترنال الاستيك لامينا، وكل دول بنسميهم فينستريتد ايه الاستيك ميمبرينز. طبعا احنا شايفينها متعرجه واخده اللون الاسود اهي، شايفين التعرجات، كل التعرجات دي لان احنا قلنا عامله زي الاستيك كده، ممكن ايه تمط وترجع تاني، تمط وترجع تاني على حسب ضغط الدم. طيب الانفيريور فينا كيفا، الانفيريور فينا كيفا بالهيماتوكسين اند يوسين كأي بلاد فيسلز عبارة عن 3 طبقات: تيونيكا انتما، ودي عبارة عن سيمبل سكويموس اندوثيليال سيلز نفس الكلام، وفي سب اندوثيليال كونكتيف تيشو، ولكن مفيش انترنال الاستيك لامينا، مفيش ايه الاستيك فايبر ولا الاستيك لامينا موجودة في الانفيريور فينا كيفا. يبقى تيونيكا انتما هنا طبقتين اندوثيليال سيلز وسب اندوثيليال كونكتيف تيشو. هنا بقى شوفوا الميديا في الفين، ناخد بالنا نركز هنا فيريسين، يبقى الميديا هنا فيريسين في الاورطة كانت فيريسيك، لكن في الانفيرو فينا كيفا بتبقى فيريسين وعبارة عن
سموث ماسل بتبقى ايه، واخده سيركولاري ارنجد، يعني واخده داير داير كده، بتلف داير داير، الاتجاه بتاعها بتلف داير داير حوالين الانفيريور فينا كافا، فنسميها ايه الاتجاه بتاعها هنا سيركولار. اه دي السموث ماسل. طب الموست وايد بارت في الانفيريور فينا كافا هي التونيكا ادفانتيشيا. كل دي الادفانتيشيا، قلنا الادفانتيشيا معناها ان في كونكتيف ايه تيشو كتير، كولاجين فايبر، في كونكتيف تيشو سيلز، في هنا بلاد فيسلز اهو بيغذي بلاد فيسلز اللي احنا سميناه ايه فازا فازورا. ايه تاني هيميز الانفيريور فينا كافا؟ لان ده ذا لارجست فين ان ذا بادي، بيبقى فيه سموث ماسل زي دي، لكن الاتجاه بتاعها ايه عمودي، بتبقى ايه فيرتيكال، يبقى فيه لونجيتودينال ارانجمنت اوف جروب اوف سموث ماسل. اه ده السموث ماسل في تجمعات، ودي بتميز الادفانتيشيا بتاعه الانفيريور فينا كافا. يعني هي نفس السموث ماسل هنا، بس هنا واخده سيركولار بتلف داير داير، وهنا بتمشي لونجيتودينال، فهنا بيبقى فيه باندل اوف لونجيتودينال سموث ماسل. اتمنى ان احنا نكون قدرنا ايه نفرق بين الابورتا والانفيريور فينا كافا باستخدام الميكروسكوب الضوئي والصبغات المختلفه. سلام عليكم.